قررت انه نرفع الانقاض لنقدر تماما حجم الدمار في الكنيسه. الكنيسه هي على خطوط تماس، ولانه على خطوط تماس تلقت اكثر من 50 قذيفه مباشره. لذلك كان 9 قبب من ال 12 قبه الموجودين في هذه الكنيسه مصابات، والثلاثه الباقيين بسموها باللغه العاميه انه فيصلين، يعني الزريقه نازله والى اخره نتيجه الضغط والتفجيرات تحت الارض والتفجيرات فوق الارض. وكان في عندنا عده ضربات في الاسطح المستويه وعندنا عده ضربات في الجدران، فكان الحقيقه دمار كبير واكبر من امكانياتنا بكثير. ولكن بعد ان رفعنا الانقاض وخلال 20 يوم قدرت انه جهز الكنيسة لنعمل فيها اول صلاة جناز منذ ان توقفت بال 2012 وحتى 2018، وعملنا صلاة الجناز واجت الناس وقطعنا الكنيسة بطريقة انه يكونوا في امان ما يقع عليهم شيء من الفتحات الموجودة في الاسقف وفي الجدران. عم بتصوروا الكنيسة بعد ما رجعت بحالتها الجميلة والأليقة بعد كل اللي صار فيها، بعد ما انحرمنا منها سنوات، طبعا كثير مسرورين. هي أول خدمة بتصير فيها بعد ما رجعت هيك بشكل الطبيعي، وطبعا هي كنيسة إلى محبة بقلب كلياتنا، لأنه هي كنيسة معمودية غالبينا، أهالينا تجوزت هون، قريبين من الناس اللي كانت هون، كلنا كنا نحضر الصلاة هون، فيعني هي كنيسة إلى معزة بالقلب.